بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقتنا النهارده. حلقتنا النهارده مميزه جدا عن المعجنات، ونعمل فيها الباتون ساليه والبقسماط. عشان نعمل الباتون ساليه ويطلع عجينته مظبوطه محتاجين نص كيلو من الدقيق، تقريبا 3 كوبايات ونص من الدقيق، بعد كده معلقه صغيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من حبه البركه، وهنحتاج للوش صفار بيضه، رشه قهوه سريعه الذوبان، معلقتين كبار من الحليب، كمون حب، سمسم محمص، حبة البركة، والفرن بتاعنا يكون شغال على درجة حرارة 150. أول حاجة هبدأ بيها العجينة، أقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وأجيب نص كيلو من الدقيق، وثلاث أرباع كوباية الزبدة أو نص كوباية زبدة هتكون طرية، لازم الزبدة بتاعتنا تكون طرية. ممكن نحط نص لو في ناس مش عايز تحط زبدة كتير، بس الموضوع هيبقى مظبوط قوي لو عملنا ده. بعد كده هجيب مية دافية، تقريبا هياخدوا يعني الداخل تقريبا في كوباية من المية. هحط بقى السكر مع حبة البركة مع الكمون، وهنا ممكن احط كمون حب او بودر مفيش اي مشكلة، مع رشة الملح مع السكر، واقلبهم كويس مع بعض. لازم اقلب بقى السكر كده عشان يدوب وينشط لي الخميرة مع المية الدافية. وبعد كده اقوم واخد الزبدة بتاعتي ورايح على العجان، هنزل بالزبدة الطرية هنا كده، ولازم تبقى طرية قوي كده بالشكل اللي قدامنا ده، وهشغل العجان وانزل بقى بالمية واحدة واحدة، واسيب العجان شغال لمدة 10 دقايق، العجينة تتعجن براحتها وتريحني كتير قوي في الفرد. يلا بينا. بعد ما عدوا العشر دقايق بتوعنا في العجان، هفتح كده واطلع العجينه بتاعتي. بصوا بقى العجينه ايه، مسكناها اتعجنت كويس، هتريحنا كتير قوي في الفرد. بعد كده هلمها بايديا بالشكل ده واحطها في بوله ومديها استرتش، واسيبها بقى ايه ربع ساعه كده في مكان دافي او جنب الفرن. وانا هنا هشغل الفرن بتاعي على درجه حراره 150، لازم الفرن بتاعي يكون سخن. هسيب دي بقى كده ترتاح ربع ساعه لحد ما تخمر، ونرجع نكمل عشان تريحنا في الفرد. بعد ما خمرت العجينه بقى وارتاحت كده، هقوم جايب بقى ايه العجينه وافردها على الرخامه، واخد شويه دقيق صغيرين كده رششهم على الرخامه الاول وافرد، هتريحني اكتر. بعد كده بقى اخدها قدامي هنا واجيب سلايزر مثلا، وابتدي اقطع ايه حتت رفيعه كده عشان تسهل عليا. هاخد قطعه كده واقوم بايديا الاثنين وابتدي افرد بالشكل ده كده اهو. بعد كده اقوم رايح على الصينيه بتاعتي واقوم حاططها في الصينيه، واخد تاني ونفس الموضوع. عندك بقى صاج اطول من كده ماشي، عايز تحطيهم بالطول بالعرض مفيش اي مشكله خالص. رفع بس الخليه كلها سوا واحد. بعد كده اقوم رايح على الصاج تاني نفس الموضوع، واقطع كده واخد الحتت الزياده دي مع الباقي وافرد تاني. الموضوع بسيط وسهل، وده ايه الفطار الصبح للولاد، حاجة جميلة جدا. فردنا كده كل الصاج بتاعنا، هنبتدي نحط بقى بقية الباتون ساليه كده. هيطلع عندك الجناب مش مظبوطة كلها زي بعض، يا اما بالسكينة يا اما بالسلايزر اللي موجود عندك، خلينا بالسكينة هي موجودة في كل بيت. هقطع كده عشان يبقى حرف البقسماط زي الجاهز بالظبط اهو. هاخد دول كده واشيل الزيادة بتاعتي خالص. طيب بعد كده عندي بقى ايه كده هيبقى كبير قوي وهيتكسر، مش عايزين نقع في الحته دي، هقوم جاي في النص هنا واقوم قاسم كل الباتون ساليه بتاعي على اتنين. طب عايز وشه يبقى احمر وشكله حلو كده عشان الواحد يفتح نفسه الصبح يفطر بيه، هنعمل ايه؟ هجيب صفار بيض، صفار بيضه مع معلقتين ثلاثه من الحليب، واقوم حاططهم على بعض كده، واقوم حاطط عليهم رشه قهوه سريعه الذوبان او فانيليا اللي موجود، ومعلقه، واقوم مقلب كل الكلام ده مع بعض كده، واقوم جايب فرشه، واقوم واخد الفرشه بتاعتي ودهن بيها كل وش البقسماط بتاعي كده. ندهن بقى كده كل الوش. بعد ما ادهن كويس واتاكد ان انا دهنت كل الباتون سليم من كل الجناب كده، عشان هو اللي هيتدهن هيبقى شكله حلو، انا مش عايز الواحده بتاعتي يبقى شكلها مش حلو. بعد كده عندك سمسم، حبه البركه،
كمون اللي انت بقى تحبيه، مفيش اي مشكله خالص ان احنا نرشه على الوش. انا مثلا عايز بسمسم فارش على سمسم على نص الصاج، او ممكن اعمل من كل صاج حاجه، وده هيعمل لنا 4 صاجات تقريبا من الكميه دي. وادي الكمون هو مرشه كده على وش الصاج بتاعي، هيطلع بعد كده ايه زي الفل. هندخله على الفرن، وقلنا درجه الحراره عشان افكركم بيها 150 تقريبا، من تلت ساعه نص ساعه على ما يستوي. هنستنى بقى نشوف الباتون سليم بتاعنا هيبقى حلو ولا كلام. خلصوا كده ال 30 دقيقه بتوعنا، تعالوا نشوف شكل الباتون سليم بتاعنا عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه ايه شبه الجاهزه اهي في البيت، بمكونات بسيطه جدا للولاد الصبح يفطروا على حاجه كده تغير ريقهم الصبح زي الفل. بعد كده بقى اجيب مقطع ونبتدي نشيل البقسماط من على الصاج، وبعد كده نقدمه مع شويه بقى شويه شاي بحليب كده في الجو الجميل ده، هيبقى الموضوع حلو جدا. وبكده عملنا الباتون سليم. عايزين نفكركم ان كل الادوات اللي بنشتغل بيها مش هتلاقوها في مكان غير في سفره، وعاملين عروض جامده جدا كل نهايه اسبوع. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل البقسماط. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. عملنا الباتون سليم، دلوقتي هنعمل مع بعض البقسماط. عشان نعمل بقسماط تكون عجينته مظبوطه قوي، محتاجين 3 كوبايات ونص من الدقيق، تقريبا نص كيلو. بعد كده عندي نص كوبايه من الزيت، معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، رشه ملح، معلقه كبيره من السمسم، معلقه كبيره من حبه البركه، وكوبايه ميه، ودرجه الحراره على 170. هنشغل الفرن بتاعنا، وبعد كده هنشوف بقى ناجن على ايدينا او في العجان. لو هنعجن في العجان هنحط الدقيق اول حاجه، وننزل عليه برشه الملح. هادي كده نص كيلو من الدقيق، هاخد عليه رشه ملح، ومهم قوي رشه الملح دي عشان العرق بتاع البقسماط. بعد كده هاخد السكر بتاعي مع الخميره، احطهم على بعض مع ميه دافيه، تقريبا يعني كوبايه ميه، فنحط شويه اقل من الكوبايه ونظبط العجينه بتاعتنا، ولو احتاجت ميه نزود لها. بعد كده هقلب الكلام ده مع بعضه، واخد بقى الزيت انزله على الدقيق، واشغل العجان، وانزل بقى بالميه بتاعتي دي على ايه؟ على الاثنين. بسم الله كده، وابتدي انزل بالميه. خلاص كده العجينه بتاعتنا اتعجنت كويس، هحطها بقى في بوله واغطيها بستريتش واسيبها في مكان دافي. ودايما نسيب العجينه تخمر براحتها او ترتاح براحتها في وقت الشتاء. احطها بقى كده جنب الفرن ربع ساعه تاني، واغطيها في مكان دافي، هتفرق معايا كتير. اغطي بقى كده واتاكد ان انا غطيت كويس. لو بقت العجينه متهويه من اي جنب هتنشف، ولما تيجي تفردي هتقطع منها. نقفل كده بقى ونروح جنب الفرن في مكان دافي ونسيبها ربع ساعه ونرجع نكمل. ارتاحت كده العجينه معايا، هنبتدي بقى نشكل شكل البقسماط بتاعنا. والبقسماط اسهل من الباتون سليم كتير قوي. هاخد بقى العجينه كده، بصوا لما بتخمر كده وارجع الم الهواء ده هتظبط معايا كتير قوي في ان انا وانا بفرد. هاخد شويه بس كده عشان ما تلزقش في ايديا في الاول. طلع الهواء اللي فيها ده يعني، وبعد كده احطها قدامي وبالسكينه ابتدي اقطعها، واخد منها بقى قطع واعمل صوابع البقسماط بتاعتي. بعد كده اخد القطعة وبسم الله كده وافرد على قد الصاج بتاعي. كبيرة شوية، انا شايفها كبيرة شوية، ممكن اقطع منها بالسكة. وانزل بقى هنا كده في الصاج نفس الموضوع تاني لحد ما اكمل الصاج بتاعي كله. زادت معايا شوية ومقطعها بين بالسكين. خلصنا كده الصاج بتاعنا، محتاجين نعمل ايه بقى عشان السمسم وحبة البركة يمسكوا فيه؟ هجيب بخاخة فيها مية، ومهم جدا ان الصاج بتاعنا يكون مرشوش بزيت عشان البقسماط ما يلزقش فيه. وابتدي ارش المية كده على وش البقسماط بتاعي، واقوم جايب بقى ايه السمسم
عايز اعمل بسمسم اقوم رش على الوش كده، عايز اعمل اعمل بحبه البركه هرش برده على الوش. شويه الميه رشناهم دول، ممكن يبقوا شويه لبن، ممكن يبقوا صفار بيض لو هنعمل الباسونسه ليه كمان لو عندنا. بعد كده اجيب حبه البركه واقوم نازل برده على نفس العود. كل ما عاوز بقى ازود الكميه دي ارش ميه اكتر على البقسماط بتاعي. بعد ما رشينا كده حبه البركه والسمسم، هجيب بقى القطاعه بتاعتي او السكينه وابتدي اقسم لو انا عايز الصوابع صغيره كده. وبعد كده هروح على الفرن بتاعي، دخلها الفرن بقى ونسيبه ربع ساعه ونرجع نشوف مع بعض النتيجه مع حضراتكم. خلصوا كده الربع ساعه بتاعتنا بتوع البقسماط. نفتح كده ونقول بسم الله. وانا في وقت الربع ساعه دي رشيت عليه ميه مرتين عشان يطلع محمر وشكله حلو بالشكل ده. طبعا المفروض ان احنا نسيب البقسماط بتاعنا يبرد، وبعد كده بالمقطع هنبتدي نسلكه من الصاج بتاعنا عشان ما يتكسرش كده. وطبعا بيكون طري شويه، وطبعا لما بسيبه شويه هينشف ويبقى زي الفل. وبكده عملنا البقسماط بطريقه سهله جدا في البيت، وكمان الباتونسلي. طبعا الحاجات دي ممكن نفطر بيها نتعشى بيها، الموضوع في منتهى السهولة. الناس بقى اللي بتحب المعجنات زي والدتي كده ممكن يعملوا ده في البيت بسهولة جدا. اهو ادي البقسماط بتاعنا، وادي الباتونسلي كمان. حاجات سهلة جدا وبسيطة، بتفرح الولاد جدا طبعا. و يعني نشغل الفرن في الأيام الساقعة دي هيدفينا، وفي نفس الوقت عملنا حاجة طعمها ممتاز جدا. وبكده عرفنا ان كل المنتجات بتاعتنا هنلاقيها في سفرة يوم الخميس والجمعة، في عروض هايلة جدا، لازم تروحوا وتشوفوا الادوات هناك، سعرها حلو وخامتها في منتهى الروعة. كده خلصت حلقتنا النهاردة، اشوفكم بكرة في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم، والسلام ختام.